او سوليد اورجان ترانسبلانتيشن عشان بيزيد على كابل لو خلافه. طبعا كل العيانين دول بياخدوا اميونوسبريس دراكس، فبالتالي بيبقوا عرضه قوي ان يحصل لهم ايه؟ اللي بالنسبه للبرمجه يكون مايكوزيس، طبعا موست كوفيد اوكيرز ان نيوتروبينيك بيشنس، الناس اللي عندهم نيوتروبينيا، ودول في الغالب اللي هم عندهم ادجنسيس او بياخدوا كيموثيرابي، بيبقوا تلاقي تو ديسيزز مع بعض، والتوبركلوزيس بيعمل كمان اليون سبريشن، والى جانب ممكن نلاقي في ايه؟ التوبركلوزيس ومعاه الكور مايكوزيس باعتبار التو ديسيز ار اليون سبريشن. طبعا الكلينيكال بيكشر بقى فيها في العيانين دول، في العيان بتاع الكور مايكوزيس سواء كان كوفيد او خلافه، على حسب الاكستنشن او على حسب اللوكاليزيشن اوف ذا ديسيز. طبعا هنا ده بيبقى راند ديسيمينيتد، ما بيبقاش لوكاليزد، خلال ساعات بتلاقيه انتشر وممكن يوصل للبرين ويعمل فيروس فيبر ويكون ميكوز، العيان يخش في كوما. انذر فايندنج ان كيس اوف كوما ميكوز ممكن اللي هي ريفرس هالو ساين، بيبقى في ساين كده اللي هي ريفرس هالو ساين بتبقى موجوده وبتبقى شاف واضحه جدا في الكمبيوترايزد توموجرافيز. المور ريسنت ستادي ذا موست كومن باتل اون انيشال سي تي سكانز اوف ميوكومورمايزد بيشنس في البلمونري بيكور ميكوزيس، ممكن الاقي البنيول اقل من 3 سم او تساوي 3 سم او ماس اكثر من 3 سم او كونسوليديشن، يعني ممكن الاقي كمان كونسوليديشن ويز سراوندنج كلاود جلاس اوباستي اللي هو ايه جراوند جلاس اوباستي. الديفنت ديجنوز بيحتاج ايه لاب ميثودز بقى زي ايه هيستوباثولوجي او باشت. انا هاخد ايه عينه علشان ايه بايوبسي علشان اوصل للفاينل ديجنوز. اللاب ديجنوز في الفورم ديجنوز اول حاجه الهيستوباثولوجي ده ديفنت ديجنوز، ويعتمد على ان انا اشوف الفاندل هايفي تحت الميكروسكوب، ودي تيليكال ولاقيها تيليكال اوف ميوكور مايسيتس تبقى فيلامنتس امبيوكسيس افكتد تيشوز، وممكن كمان اخد لو ما عرفتش اخد تيشو ممكن اخد برونكو الترا باس في الناس اللي هم سستيند برضه بيبقى مطري ميوكور مايسيتس. طيب الهيستوباثولوجي از فيري امبورتنت دايجنوستيك تول since it distinguishes the presence of fungus as a pathogen in the specimen from culture contaminant gene hematoxin and AC. طبعا ممكن يبقى في contamination، لكن انا لما باخد هيستوباثولوجي تبقى فاينل دايجنوزيس و يعني ما فيهاش فيها شك خالص. And we show only the cell with no structure الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل دايركت مايكروسكوبي ده عشان رابط دايجنوزيس او رابط سكريننج. رابط دايجنوزيس بيكون فور انفيسيف فانجل انفكشن انترا اوبريتيف. It is strongly معترض بيها والى جانب الهيستوباثولوجي بكونفيرمتيف دايجنوزيس. الحاجه اللي بعد كده ان انا اعمل بقى مزرعه للكلشر الفانجس اللي انا ايه Cultural specimens is essential for diagnosis of myocarditis since it allows identification of the genotype. تعرفني بقى نوع الجينس بتاع الجينس سبيشيز، وايفنشولي ايه كمان ممكن تديني كمان حساسيه ايه للادويه اللي ممكن ياخدها المريض ويستفيد منها، زي مثلا سواء كان امفوتريسين بي او خلافه. بوست كلتشر فروم سترايد سايت كونفيرم ستاتيك، لما باخد عينه من منطقه سترايد خلاص بتكون فيرم الدايجنوز، وايل بوست كلتشر فروم نون سترايد سايت
ممكن تبقى فيها احتمال برضه ان العينه تبقى كونتامينت. Could be due to contaminant and must be combined with clinical and radiological data. انا في الحاله دي هرجع بقى الى الحاجات الاساسيه اللي هي radiological data وكده، هعتمد ايه؟ هقدر اقول confirm the diagnosis او establish. Major concern about culture is its low sensitivity. يعني الكالشر مش لازم تطلع ايه السنسيتي بتاعتها عاليه، هي للاسف الكالشر السنسيتي لو سنسيتي هذا كان فورسلي نيجاتيف من اقل 50% او بيكون ليه؟ لان يعني ما هياش سنسيتي 100%. طبعا ممكن الفانجس ما زرعش وقت كافي او يعني الكالشر ما هياش الطريقه اللي انا اعتمد عليها. لو طلعت بوزيتيف فهي كونفيرمتيف 100%، لو طلعت نيجاتيف يبقى نوت اكسكلود.